بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنجمع مع بعض اللي اتعلمناه في الثلاث أربع دروس اللي فاتوا في درس واحد، وهنطبق اللي اتعلمناه كله، وهنجمع الحاجات مع بعض عشان بإذن الله يكون تطبيق ليك، وفي نفس الوقت ما تنساش حاجة من اللي فاتت بإذن الله. لو جيت قلت له إن أنا هعمل فانكشن اللي اسمها شو سكيلز زي ما عملناها قبل كده، وهبدأ أول حاجة أحطها فيها وأول بارامتر أحطه فيها هو بس النيم، وأجي هنا أقول له برنت النيم، هقول له هلو واسم الشخص بالشكل ده، هلو نيم، مش عايز اكتر من كده. وهاجي في الشو سكيلز هقول له اتفضل والنيم أسامة، وهيمشي معايا زي الفل زي ما اتعلمنا في الفانكشن، ومفيش اي مشكلة خالص. نبدأ بقى نحط اول حاجة السكيلز بتاعت الشخص اللي ملهاش بروجرس. عندي سكيلز يا شباب ملهاش بروجرس، السكيلز دي هيكون اسمها سكيلز. طب انا مش عارف عدد السكيلز دي ايه، خد بالك انا مش عارف عدد الارجيومنتس بتاعتي ايه، هعمل ايه؟ هدي نجمه عشان يعمل انباك لكل السكيلز اللي الشخص هيكتبها هنا بعد اسم اسامه ده. تمام كده، تمام وزي الفل وزي العسل. هاجي اقول له اتفضل HTML و CSS تمام و JS، حطيت له ثلاثة، والثلاثة دول عبارة عن تابل زي ما احنا عارفين، والثلاثة دول ما لهمش بروجرس، وعايز اعمل لوب عليهم. هنا اول حاجة هروح قايل له فور سكيل ان سكيلز بالشكل ده، وهقول له اتفضل برنت السكيل الظريفة بتاعتي زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، ومفيش اي مشكلة ولا اي حاجة جديدة عليك خالص. تعال نشوف مع بعض اهو، هلو اسامة والسكيلز تحت. تعال نحط كده قبلها مثلا داش او اي حاجة، ونحط كمان رسالة نقول له ان السكيلز اللي من غير بروجرس هي اللي جاية دي. هقول له سكيلز وزاوت بروجرس، وبعدها هنقول له السكيلز اللي ليها بروجرس. حد يقول لي يا شباب لو عايز السطر ده ينزل تحت من غير مطبع ده في برنت تانية بعمل ايه؟ باك سلاش ان هيعمل لي نيو لاين زي ما انتم شايفين اهو، هلو اسامه سكيلز وزاوت بروجرس، وممكن اقول له از مثلا، والسكيلات اللي تحت اللي انت شايفها دي كلها هتتبع كده. احنا شباب عملنا ايه؟ طبعنا اللي هو الارجيومنتس كلها اللي الشخص بيكتبها اللي احنا اصلا مش عارفين عددها خالص. طيب جميل جدا، دلوقتي عندنا بقى مجموعة سكيلز ليها بروجرس وانا برضو مش عارف عددهم، يا ترى بعمل ايه؟ هنقول له دلوقتي هنا اتنين نجمة سكيلز ويز بروجرس، عشان طبعا ايه ما يحصلش تعارض مع دي. طيب فين السكيلز دي موجودة في ديكشنري مثلا عندك؟ ادي الديكشنري اهو، في السكيلز اللي هي ليها بروجرس. حلو جدا، ازاي نلوب عليه؟ اول حاجة خلينا نطبع رسالة البرنت العادية، ان اقول له برنت مثلا سكيلز ويز بروجرس از. هنا بقى هعمل لوب على السكيلز اللي ليها بروجرس ازاي؟ هقول له فور سكيل كي زي ما اتعلمنا سكيل فاليو ان سكيلز ويز بروجرس دوت ايتمز، الايتمز اللي فيه كلها. تمام كده، بعدين بعديها هقول له برنت، اول حاجه هقول له السكيل، نحط قبلها داش، السكيل بتاعتنا اسمها ايه يا شباب؟ سكيل كي، وبعدها العلامة اللي هتجيب له الفاليو بتاعت السكيل دي سكيل فاليو. كده تمام، كده تمام. فاضل لنا ايه؟ تعالوا نشوف. فاضل لنا يا شباب ان الشخص يحط هنا السكيلز. طب انا عايز اوريك حاجة جميلة جدا في الباكينج والانباكينج. عارفين السكيلز دي يا شباب اللي انا كاتبها اللي هي اصلا السكيلز العادية اللي هي ملهاش يعني ملهاش بروجرس، لو انت اصلا ما كتبتهاش عادي جدا، ولو انت ما كتبتش التانية عادي جدا برضو، لان انت بتقول له انا مش عارف عدد الارجيومنتس كام. هي دي ميزة استخدام الحاجات دي، يعني معنى كلامك ان انا لو جيت هنا وقلت له ان انا عندي مثلا لغة البايثون مثلا، ورحت حطيت لها بروجرس بالشكل ده مثلا 95%، ايه اللي هيحصل؟ هيطبع لي اهو السكيلز اللي من غير بروجرس والسكيل اللي هي بروجرس. عايز اقول لك ان انت لو ما تحطيتش السكيلز دي الكود مش هيبوظ، لان هو اصلا انت لما بتقول له فك لي السكيلز اللي الشخص هيكتبها هو مش عارف عددها، عددها ده وارد يكون صفر، وارد يكون التابل دي ما فيهاش عناصر. هو عشان كده دي الميزه انه لو اتكتبت تمام، ما اتكتبتش خلاص. طيب عسل قوي قوي الكلام ده. تعالوا بقى نجرب التجربه اللي احنا عملناها قبل كده. مجموعه العناصر دي يا شباب لو موجوده عندي جوه تابل، هل اقدر اطبع التابل هنا على طول كده؟ تعالوا نشوف مع بعض. نبدا بالتابل هنا، ننسخهم الاول بالشكل ده، وهقول له هنا ماي تابل بتساوي العناصر الظريفه بتاعتي دي. ولو جيت قلت له اتفضل الماي تابل دي اللي فيها كل السكيلز بتاعتي، يا ترى هيحصل ايه لو انا عملت الحركه دي؟ اول حاجه المفروض ان انت تكون مركز وتقول لي ان انا محتاج اعمل لها اكستراكت، دي اول حاجه. تعال نشوف هنا يا شباب ايه اللي هيحصل. بص طبعهم لي ازاي؟ طبعهم لي يا شباب عنصر واحد بس،
حط لك التلاتة دول كعنصر، هو انت كنت عايزهم كده؟ لا يا جماعة، انا عايز الوب عليهم، انا عايز افكهم. نفكهم ازاي؟ هما ديكشنري ولا تابل؟ هما تابل. بنفكهم بنجمة ولا باتنين؟ بنجمة واحدة. اقول له اتفضل، ايه اللي حصل هنا؟ اهو HTML و CSS و JS. عسل قوي. طب احنا عندنا شوية سكيلز تانية هنا، خلينا نغيرهم مثلا جو عشان ما يبقوش متشابهين مع التانيين، والبايثون ماشي والماي اس كيو شغال وكله تمام. عندي هنا ديكشنري يا شباب عايز اضيفه هنا، هيفيل البيانات بتاعتي كلها، اضيفه كده هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه، لازم تفكه. نفكه ازاي؟ بنجمه؟ لا، بنجمتين عشان ده ديكشنري. اهو ايه اللي حصل هنا؟ مفيش اي اختلاف حصل وكله تمام والكود زي الفل. حطيت هنا بارامتر عادي، حطيت هنا تابل فيها عدد العناصر اللي انا مش عارفها، حطيت هنا ديكشنري عملت له اكستراكت، عملت له انباك بمعنى اصح، اللي هي نفس فكرة او نفس الوظيفة بتاعت الاكستراكت، فكيت كل العناصر جوه الفانكشن هنا بدل مكتبة كده. كل ما تزود سكيل هنا او هنا، او لو لغيت الاثنين دول خالص ما لهمش اي لازمة وشلتهم من هنا، مش هيحصل اي حاجة للكود. دي فكرة الباكينج والانباكينج، ان انت مش عارف عدد الارجيومنت فهو بيطمن ويحط لك لو العدد موجود بيضيفه، لو مش موجود مش بيضيفه. كده يا جماعه ان شاء الله المفروض ان انتوا تكونوا بروفيشنال في الفانكشن وفي الارجيومنتس وفي الحاجات دي كلها. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، نشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.